اتصلت معلمة الصف الرابع الابتدائي بأبي عبد الله، فقالت: يا أبا عبد الله، السلام عليكم. وعليكم السلام. عبد الله، ولدك كثير الكلام، كثير الحركة، كثير المشاغبة، كثير الإزعاج داخل الفصل مع زملائه. قال لها أبو عبد الله: ما الحل إذن؟ قالت: قد أخذته إلى طبيب المدرسة وقرر له أن يأخذ كل صباح قرصا من الدواء. قال لها: إذن على بركة الله يا عبد الله، تعال، المعلمة تقول عندك دواء كل يوم تأخذ حبة. قال عبد الله: كيف آخذ أمام الطلاب ويقولون أنا مريض؟ قالت المعلمة: لا، سوف أصنع كوبا من الشاي لي في غرفة المعلمات ثم أرسلك تأخذ هذا الكوب لكي تأتيني به. قال: أبشري. وأخذت المسألة 3 أشهر. بعد 3 أشهر اتصلت المعلمة بأبي عبد الله: السلام عليكم، كيف حالك يا أبا عبد الله؟ أبشرك، عبد الله أصبح ممتاز وهادئ ولطيف ومؤدب وجميل داخل الفصل. الحمد لله. استبشر الأب، ثم أخذ ابنه عبد الله وأركبه السيارة وقال: سوف أذهب بك لأشتري لك هدية، ولكن يا عبد الله أخبرني، كيف كنت تستخدم العلاج؟ كيف أثر العلاج عليك؟ قال: والله يا أبتي، كنت كل يوم أذهب إلى غرفة المعلمات، أخذ قرص الدواء وأضعه للمعلمة في الشاي وأحركه لها حتى يذوب، ثم أعطيها الدواء مع الشاي، أنا ما شربت شيئا. قال: أنت لم تشرب شيئا؟ أجل، من شرب الدواء؟ قال المعلمة: بعض الأحيان قد نلقي باللوم على غيرنا أو بالعيب على غيرنا، والعيب قد يكون فينا كمربين. وفق الله جميعا.